فشل في الثانوية العامة وخيب أمل أبوه وكل فلوسهم اتخذت في ليبيا، بس دي كانت بداية إمبراطوريتهم وعملوا أكبر مصنع أساس في مصر. دي حكاية الشارك محمد فاروق، رجل الأعمال المعروف اللي أبهر الكل بمسيرته من بعد ظهوره في برنامج شارك تانك. بس يا ترى محمد فاروق جاب كل الفلوس دي منين؟ وإزاي قدر يكون كل الإمبراطورية دي؟ وليه اتخذت كل فلوس أبوه؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. الشارك محمد فاروق، رجل الأعمال اللي الكل بدأ يعرفه من وقت ظهوره في برنامج شارك تانك كعضو في لجنة التحكيم، وبسبب مسيرته الاقتصادية الناجحة خلى كتير من الناس تنبهر بيه. ولو بتسأل إزاي محمد فاروق وصل اللي هو فيه وجاب فلوس منين، فأنت لازم تعرف إن فاروق أصلاً من عيلة ثرية، وأبوه رجل أعمال كبير جداً اسمه فاروق عبد المنعم، يعني اتولد وفي بقه معلقة ذهب. حالياً هو رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي لشركة بيكا للأثاث اللي أسسها والده سنة 1976. الشركة دي بدأت بمصنع واحد وعدد قليل من العمال، لكن فاروق كان طموح وكبر الشركة وزود فروع مصانعه وبقى يشغل فيها حوالي 3000 عامل، وأضف كمان خطوط لإنتاج كراسي العربيات بعد شراكته مع شركات عالمية زي مرسيدس وبي ام دبليو. وفعلا الشركة نجحت في شغلها الأساسي، وكمان بقت رقم واحد في سوق كراسي العربيات في مصر وبتنافس الشركات العالمية، وبقت مركز للابتكار ودعم رواد الأعمال الجدد. وعلى فكرة والده كان بدأ حياته في ليبيا واشتغل في تجارة الخشب، وكان عمدة المصريين، وتقريبا كان هو السبب انه يخلي مصريين كتير تسافر هناك عشان يشتغلوا في مصانعه. بس للأسف سنة 1972 ليبيا قررت انها تأمم كل الشركات، لكنه ما استسلمش وقرر انه يبدأ حياته من تاني ويفتح مصنع اساس بس في مصر، ونجح نجاح كبير. وكان حلم وقتها ان ابنه يكمل المسيرة، عشان كده كان نفسه ابنه يجيب مجموع في الثانوية العامة ويدخل هندسة زيه ويشرب الصنعة، بس محمد جاب 60%. ساعتها والده فقد الأمل، وده حسب تصريحات محمد فاروق في برنامج مع خيري. بس محمد أساساً ما كانش عاوز يدخل هندسة، كان نفسه يدخل تجارة، فأقنع أبوه أنه يكمل دراسته برا مصر، ونجح أنه يبقى واحد من أشطر 1000 طالب في أمريكا. وبعد ما اتخرج رجع مصر عشان يشتغل، وأول حاجة عملها أنه اتعاقد مع بعض شركات السيارات عشان يعمل الكراسي بتاعتهم. ورغم أنه ما كانش عنده عمال كفاية، بس أبهر الشركات دي بالتزامه وجودته. بس قبل ما يبهر الكل بذكائه، محمد قال أنه كان تايه مش عارف يبدأ شغله في شركة كبيرة زي موبيكا، عشان كده قرر أنه يسافر اليابان وياخد دورات تدريبية. ولما رجع اتعاقد مع شركة جنرال موتورز، ودي كانت بداية شغله في السيارات. وبعد سنين محمد بقى من أكبر وأشهر رجال الأعمال في عالم الأساس والسيارات كمان. أما عن حياته الشخصية، فمحمد مش بيحب يقول سنه، وبيعتبر أنه بيتولد كل يوم، وده بيظهر في صوره على السوشيال ميديا وستايل لبسه المميز. كمان دايما شايف أنه لسه ما وصلش للي هو عاوزه. وأخيرا محمد فاروق بيعتبر من رواد فكرة التمويل النقدي للمشروعات، وساهم بشكل كبير في رفع اقتصاد مصر ودعم رواد الأعمال الصاعدين. دلوقتي بقولولنا، عملتوا قد إيه كده من شغلكم؟